ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الاربعاء 11 يناير كانون الثاني 2023. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، من المرجح انه يبقى شغلك متيقظ اكتر في مكان الشغل. هتكون انت وارائك كلهم مطلوبين بشدة. هيساعدك كل الاشخاص المرتبطين النهاردة بالتوقعات بجني ارباح حلوة جدا خلال الفترة اللي بتبقى جاية، خاصة ما بعد فترة الظهر. هتستنى كتير وهتشاهد كتير نتائج نهائية في المساء ده. بالنسبة ليك النهاردة عاطفيا، ممكن ما تبقاش عارف تسمح لنفسك من المشكلات اللي بتبقى بتزعجك من انها تسيطر عليك، في حتى في علاقتك بالنوم بشكل صحيح. النهاردة هيكون يومك هو اليوم المناسب عشان تحلها وتقف ليها بشكل قوي. بالنسبة لك صحيح النهاردة لازم يكون في شوية من التغيرات اللي بتبقى بتدخل في النص التاني من اليوم، مع كونك تبقى غير ممتلئ بالطاقة في الصباح في اليوم ده. بالنسبة لك النهاردة مهنيا لازم تمشي لاستثمارات كتير مشتركة، حتى لو كنت بتتحقق النهاردة من كل التفاصيل الشخصية اللي بتبقى بتخطط ليها ولنهاية جديدة. النهاردة في يومك هتبتدي من خلال النص التاني، هتكون عندك مناقشات فكرية اكتر مع كل زملائك في الشغل ومع كل رؤسائك، وهم دول اولوياتك في اليوم. لازم تستعيد عشان تمارس خلاياك النهاردة تفاصيل كتيرة، ومش هتعرف تبقى غير فائز فيها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يوم في برج العذراء بتناغم مع عطارد وأورانوس، هيشجعنا العبور ده على كل رغباتنا في اننا نساعد الغير ونفرزهم ونتحللهم. هنلاقي النهاردة من السهل اننا نعتاد ونستفاد من افكار كتير جديدة، هنلاقي فيها ارضية مشتركة مع كل الاشخاص اللي حوالينا. مع كل ده هيبقى فيه رجوع مطاردة النهاردة بشكل خفيف جدا، ممكن تبقى ثلاثية للكوكب او حتى لكوكب الزهرة، لكن ممكن ما تنعكسش النهاردة في الطاقة اللي عندك زي الكلمات اللي عندك. بينما تحصل الحصول على الكلمات بشكل صح، ممكن تكتسر النهاردة في الحساسية. هتتناقض في العبور ده بمهارة مع النهج اللي بيعتبر منطقي اكتر.